فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول: ما هو الضابط في عدم وجود الماء في البر مثلا ليجوز التيمم؟ نعم، إذا بحث في ما معه ولم يجد ماء، وبحث حوله ولم يجد ماء، لا من الآبار ولا من الأمطار، بحث حوله قريبا منه ولم يجد شيئا، فإنه يتيمم. لهذا يقول الفقهاء: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. فإذا كان بذل المجهود في رحله ولم يجد معه شيئا، أو معه شيء لا يكفي إلا لحاجته فقط، حاجة طبخه وشربه، وبحث حوله ولم يجد ماء، فإنه يتيمم. قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم.